قالت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعث برسالتي تعزية إلى زعيمي إيران واليابان بعد أن شهدت إيران تفجيرين أسفرا عن سقوط قتلى فيما تعرضت اليابان لزلزال قوي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم قدم تعازيه لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وعبر عن أمله في استعادة الاستقرار في المناطق المتضررة قريبا. وقالت الوكالة إن كيم عبر أيضا عن تعازيه للرئيس الإيراني وأكد مجددا موقف كوريا الشمالية المعارض لكافة أنواع الإرهاب.